أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قلتم في قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، المراد بالإيمان تفاصيل الإيمان، فما هي هذه التفاصيل؟ تفاصيل التي جاءت في جاء مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. شرائع الإيمان التي جاءت مفصلة في الإسلام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.